السلطة والدول الأعضاء الكونغو الديمقراطية وتونس وبوروندي وملاوي وسيشيلز وليبيا وزامبيا. على ذلك هنأت أيضا على إعادة انتخاب بعض الرؤساء في زيمبابوي وجزر القمر وموريشيوس وأوغندا وجيبوتي وإثيوبيا. عبرت عن تقديرها لانتخاب الكوميسا المفوضين وخاصة لجنة الحكماء لدورهم في دعم عملية حفاظ على الديمقراطية والاستباق في المنطقة. هناك ثلاثة أعضاء من لجنة الحكماء تم تعيينه في لجنة 21 وهم السيدة داودي من جيبوتي ومعالي السفير راشد من مصر والسيدة إسوا فولومندروسو من مدغشقر. بالنسبة للاستقرار والسلام رددت أهمية الأمن والسلام لوجود مناخ تمكيني للأعمال والتنمية المستدامة وأن هناك تكامل ناجح في المنطقة، وأثنت على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا وأثنت أصحاب المصالح التزامهم على استتباب السلام في البلاد ورحبت بخريطة طريق من خلال منتدى الحوار الليبي من أجل وجود انتخابات رئاسية تتزم بالعدل في عام 21 ديسمبر القادم، وطالبت جميع الدول لإعادة لتكثيف جهودها لتضمن أن هذه الانتخابات يتم عقدها في موعدها. دعت الدول الأعضاء لاحترام اتفاقية وقف إطلاق النار وأن تمتثل تماما لحظر الأسلحة، ورددت دعوتها لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية أن تغادر ليبيا بدون أي تأخير، وأيضا أثنت على التكامل القانوني، وأيضا أدركت الضغوط التي تمارس على ليبيا وأدركت أن المسألة لديها حلول سياسية حيث المحلة، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكوميسا أن تقوم بدعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية للشباب. أيضا أثنت على جهود الصومال بقيادة السيد الرئيس وأيضا الولايات الفيدرالية على وصولهم للاتفاق في 2020 فيما يتعلق بأسلوب انتخابات، وحثت أيضا حكومة الصومال وأيضا الاتحاد الأفريقي أن يقوموا بالعمل تحت مظلة هذه المنظمات حتى تكون هناك عملية شاملة تتناول المكونات العسكرية أيضا مدنية، من أخذ الاعتبار طموحات الشعب الصومالي من أجل وجود دولة تتسم بالسيادة والرفاهة بعد عام 2021.